أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول: يوجد من أقاربي بأنه إذا علم أنني سأقوم بزيارته يأتيه القلق ويزمل، لا كرها لي في الزيارة، ولكن طبيعة هذا الرجل بأنه يقلق عند أي أمر ليس من عادته. هل هذا يا فضيلة الشيخ يوجب علي أن لا أقوم بزيارته؟ نعم، إذا كان في زيارتك له مشقة عليه بغير عذر منه، وإنما هو شيء يعني لا يستطيع دفعه، هذا الظاهر أنه مرض نفسي، فلا تتعبه وتثقل عليه، ولكن بدل الزيارة عليك أن تتصل به تلفونيا أو في الجوال أو كتابة له. نعم.